ختام هذا اليوم ختام مسك بعد ما رجعنا من المدينة المائية. تحين ساعة واحدة بالفندق بس سبحنا ورجعنا طلعنا مرة ثانية، رحنا إلى أحد المولات القريبة الموجودة قريبة على الفندق، غدينا وطلعنا مرة ثانية جينا لهاي مدينة العاب. المود نختم اليوم، راح نخليهم يلعبون بعدين وراها نطلع نروح إلى غير مكان، احتمال نروح على الساحل أو نشوف وين نروح، بس المهم بأنه نحاول نسويه ختامها مسك. بصراحة وقت ماكو، ماكو وقت واحد يستغلها يوم يومين ثلاثة، بس المشكلة وقت ماكو. السفر كله اللي عندي يعني الوقت كله يومين، واليوم الثالث هو سفر. ألا وادم حلو؟ ما حلو؟ ما حلو؟ آدم صار أسود. حلو؟ لا. ليش؟ لا حلو. لا شو تريد؟ لا تسرع سرير. شو تريد؟ كل شيء ما تريد؟ نروح للبيت؟ نروح للبيت؟ نفق مرعب. يذكرني النفق مرعب مال العراق. مال الحديقة. حديقة شو اسمها؟ بيت العاب. صدر القناة يذكرني بيها. يلا تعال طبوا منه. يلا متين هاج هاج متين. يلا اي هسه وديك اصبر. يلا طبعا اللي افتهمته من سائق التاكسي بانه هاي مدينة العاب بسيطة، يعني مدينة العاب بسيطة هاي، بس مدينة العاب الحقيقية ها تخوف. هسه حينزل تيم يشرح لنا ايش صاير فوق عنده. اللي افتهمته بانه هاي مدينة العاب بسيطة، يعني بسيطة المدينة العاب الراقية هي ارض الاساطير ذيك، بس الدخولية للمدينة العاب على المود تتمشى ب 50 يورو 50 ليرة، والتيكت ب 85 يورو 85 دولار التيكت. زين هذا شاكي هي تيجا. ها شاكي تخوف؟ تخوف تخوف. منو يتذكر النفق المرعب ولتنا؟ هم كانت تطلع وحده هيك خاتله بالشباك، راح اقعد اشوفها من هيك سمينه. هم من هيك سمينه. هم انا سمينه هيك خاتله بالشباك، تذكروها؟ تتذكرها خلي يكتب لي بالتعليقات انه يتذكرها النفق المرعب. مال ها بابا حلو حلو يخوف. آدم يقول يخوف. فالمهم يعني اشوفها اني معقوله يعني احسن من الماكو والعابها حلوه، بس احنا حاليا نعاني من قضيه آدم. آدم العاب مال اطفال بالقدر يعني يخلوه يلعب. المهم بانه يخلص تخلص السفره ان شاء الله وماكو اي مشكله والحمد لله على ها. شاكو شاكو احكي لي احكي لي. والله واحد هسه قبل شوي شفت واحد ايه ارجع لي ورا احكي لي. ايه هسه شفت واحد ايه يعني انت سخفت كلش. بابا انت تروح النادي تقول على نفسك ايش اسوي؟ تروح على نفسك مو عيب؟ يخوف والله يخوف. خلينا نشوف شاكي هسه حيطلع شاكي. طبعا طبعا شاكي ما يخاف. ها شاكي تعال احكي لي. تعال احكي لي شاكي تعال. تعال احكي لي شاكي. شاكي تعال اوقف هنا انا. اوقف هنا انا شاكي. شاكي اوقف هنا احكي لي يلا. لا كان شيطان. شكو احكي لي ايش صار؟ لا كان شيطان. اي. كان يعودة. اي. واحد يا ما تعودة. اي. آدم 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 أنت احكي لي خفت جوا خفت؟ شكو جوا آدم؟ ها؟ كان شكو جوا؟ شكو؟ وين تريد تروح؟ يلا
يلا امشي ترامبولي يلا يلا لا نهلا روح ليس لازم من 12 سنة روح شوف قرا 12 سنة ادم اهم شيء عنده الترامبولي اهم شيء عنده الترامبولي ادم محفظ محفظته كافيه يا حبيبي خل نروح نشوف غير شيء يا بابا هاي الشخصيه الكرتونيه هاي الشخصيه الكرتونيه عندهم يعني طبعا مو عندنا هاي الشخصيه الكرتونيه بس هاي الشخصيه الكرتونيه فوقها نخله طبعا احلى شيء بانطاليا اكو نخل يذكرك بالعراق حيوان غيرات هاي دعاميات يلا هاي دعاميات لا انا اكثر بقى احنا اكو هنا اكثر اكو العاب بعد نام نشوفين هنا اكو اكثر بعد بعد هيك ام المي دخل روح وديك على هيك ام المي تعالوا ليش ام المي اي لو خفت تبللون حارة طبعا يكيفون هذول يكيفون الهتلية عندي شلون؟ اي وباكر هم حتروحون المسبح لو تروحون البحر بعد ذيك شلون حلوة ذيك القموز ذاك كنا هناك ذيك مرة اي من ودونه هسه حتفتروها كلها بس هذا الديلاب الهواء اعتقد بقد مال دسلدوف نفس الكبر هو دسلدوف ادم ما يخلوه ادم هاي اللعبه حلوه من نعرف ام تيم يمك الكارت هاك هاي الكارت تاخذيهم وروحي يلا تعال ادم يمي ادم ما يدخلوك ادم طبعا احنا واقفين بالسرة على المود مصعد لها وضغطوا علي الاهل بدنا نصعد وياهم وسلوا بيا شويه بس هم ما حصعد وياهم لانه طلعت اصلا المقصورة طلعت اربعة اربعة اشخاص المقصورة طلعت فراح انتظرهم اني جوا اوكي راح انتظركم اني جوا شوف ما انا اعرف هاي اللعبة لاعبها قبل بسوريا اللي ينزل من عندها مبلل لاعبها بهولندا همين اللي ينزل من عندها هدومه كلها تتبلل زين يعني شو متوازي خلي ام تيم هي هدومها تتبلل ام تيم وشاكي هم هدومهم همين تتبلل لأنه يعني حارة لهم باي باي راح يرجعون سامحين راح يرجعون هدومهم متبللة ام تيم قشمرتني راح صعدني ديسكو وهذول الجهالياتهم قاعدين راح صعدني ديسكو يلا خلينا نجرب الله يا يمه يلا بلشنا ألزم التليفون حيل ما بيه حيل تليفونات تضيع تتكسر بلشنا رحمة رب العالمين اي يوم ام تيم قامت ترقص من هسه ما تدوخي باعي على احمر بس على احمر هاي باعي ما تدوخي راح يدخل واحدة بطن الثانية
قلت لك يبا ايش قلت لك طبعا ما سولف لكم من صعدنا فيها التليفون راح يوقع هاي مال ديستو نقول لزمت التليفون. المهم الحلو بهاي المدينه يعني مو غاليه رخيصه 100 ليره تلعب هواي العاب تخلص تعبي 100 ليره ثانيه او 200 ليره انا عبيت هسه صار 100 ثانيه صار يعني 200 ليره عبيت حلوه. الاهم من عنده بس شوفوا هذا المنظر اللي وراي يعني منظر سبحانك ربي ما شاء الله يعني الكاميرا ما تطلع مثل ما اشوفها هاني يعني منظر روعه روعه يعني هاي الجبال تشوفوها انتم هاي الجبال راح يسوي حركه فيها هاي الجبال ما تجيبها الكاميرا مثل ما تشوفها العين الحقيقيه يعني سبحانك ربي خالق الكون شلون خلقه يعني الاهم من عنده بانه حر يعني حر مال البصرة حر مال بغداد حر في رطوبة وبوخة هسه استاذ ادم يريد يلعب هاي ترامبولين وجاي مشاكي راحوا على اللي ورايا اللعبة اللي هي سباق سيارات السابول طبعا صارت الدنيا اليوم صارت بعد احلى بس ما سولف لكم المية الثالثة احترقت لعبنا سباق سيارات وهم لعبوا سباق سيارات سباق سيارات شوية غالي النقاط مالته زين مو خسارة لأنه متونسين أهم شيء هم متونسين هاي المية الثالثة أكو فيديوهات يعني راح تشوفوها شوية مو واضحة لأنه راح أخذها من تليفون أم تيم لأنه شت ملتي هوية الجهال وصورت أوكي يلا يلا شاكي خطيت ابي ادم وتيم صعدوا تعال امشي صعد يلا امشي ادم وتيم صعدوا وبقوا بس هذول طيب شنطه ادم وتيم صعدوا وخطيه بقى بس شاكي وصعدت ويا ام تيم همينه وين شاكي وتيم؟ وينهم؟ غني فرهم؟ كتلة ونفسهم اللي صعدوا هاد يلا صعدتوا وارتاحتوا؟ أرد أعرف إيش الشعور اللي عندكم من راح تنزلون شنو؟ أرد أشوف شنو هذا الشعور اللي عندكم؟ عافية إي الشعور اللي بداخلكم من تنزل هاي اللعبة شنو هو؟ قولوا لي هذا ليش ما خلاك تلعب؟ ليش ما خلاك تلعب؟ لازم يصير كبير شوفوا لازم يصير كبير هسه حودي هاي تيم شنو تدخن؟ قمت تدخن بلا حس بابا؟ تهمل قمت تدخن؟ لا تسوي بيها هيك اكلها وهذا هو حبيبي عوفه وقعت بالقع بعد طبعا قفاصه هنا يبيعوها القلاص يبيعوه ب 30 بالعافيه حبيبي يلا خلصون قلبي عم مود نشوف يا لعبه بعد وعم مود نروح ادم هاي مو لعبه اكلها حبيبي اي يلا بشود انفخ 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 ادم
ختامها مسك وحاليا ساعة بالدعش باقي ساعة وتعزل. طبعا الايام العادية 12، يوم الاحد تبقى لي ساعة واحدة. الونسة كلش حلوة، نظافة تنظيم فشي حلو ومو كلش غالية صراحة. اللي يجي وهذا اسمها هياته اقوى بارك انا ما اعرف فقره. المهم اللي يحب يجي يحسب حساب اذا عائله 5 اشخاص قيمه الالعاب اللي حيلعبها او الكارت اللي يعبيه حدود 500 إلى 550 ليرة، يعني 50 دولار او 50 يورو او 55 يورو، اضافه وياها مي وعصاير وازبري وايس 100 دولار او 100 يورو، ويا التاكسي طبعا دا احكي كمان. اوكي انتهى اليوم، ان شاء الله باكر متوجهين الى مكان جديد. تحياتي لكم، شوفكم خير، اخوكم عمر مجيد، في امان الله.